أقول يا ملك، أريد أسألك سؤال عن النسوان. النسوان؟ قول يا مهاوش، اسأل اللي تريده. على ما تلكزني. لا تقل لي بخيتان. نشب الحين. أقول إن واحد رفيقنا عنده حرمة وحامل. إي، وش هو السؤال؟ إي يا ملك، عندنا رفيقنا، في واحد رفيقنا مرته حامل. إي، وش هو السؤال؟ السؤال اسألي. وشو؟ يا أنا أقول لك الحامل هذه خوته. تقصد مثل حرمة بخيتان؟ ما شاء الله عليك. لا ما هو مرد تشبه. عاد وش هو السؤال؟ إي السؤال، الخوثة هذه حين تلت يجي ولدها أخوث مثلها؟ أنا ما أعرف، بس ويكاد أمي تعرف أكثر مني، أسألها اليوم. لا ما أبو داعي. ما يحتاج الرجال ما يبي أحد يدري بالسالفة. يا هذا رفيقنا اللي يشبه بخيتان، أهم شيء السر. تيسر الحين، تيسر دربش خضرة. الله معك، الله معك إن شاء الله عليك. مثل الغزال. هذه غزال شكلة الصفضة. ما ثقل دمها. يا ول يا خلف، انت انهبلت انجنيت. قلت لك الرجال ما يبي احد يدري بالسالفة وانت انكزني. انا قاعد عليك زق. انت لجل انت ما تقول. انا قاعد تموه ما قلت له بخيتان، بس هي ما شاء الله فضيل. اي الحين دريت انه سر. ها اي السر، انا شو وراي سر ولا ما سر؟ انا ودي يا سعد هذا المهبول بخيتان. ولي خلف والله قاعد انا مشكول. شنو مشكول؟ اي نقول لك. تعال.